ابن القاتل ابن القاتل ابن القاتل، وحرام يتحاكم بقوة الطفل، لازم يتحاكم محاكمة الكبار. لازم محمود راجح ده ولا محمد راجح ده ولا زفت راجح ده يتعدم في ميدان عام. اهلا بيكم. مش هننسى راجح، ومش هننسى محمود البنا، مش هننسى شهيد الشهامة، ومش هننسى المجرم القذر راجح. راجح اللي ملاقيش ام تربيه ولا اب يعلمه الصح من الغلط، ولا اسره محترمه تعرف ابنها يعني اخلاق وعادات. للاسف انا يمكن النهارده بتكلم عن محمود، بتكلم عن محمود البنا، الشاب شهيد الرجوله، شهيد الجدعانه، شهيد كل شيء كويس. الشاب اللي فعلا انا بستغرب ايه الحب اللي الناس كلها بتحبه ده وهو سنه صغير بالشكل ده. عمل ايه محمود البنا عشان الناس كلها تحبه الحب ده كله؟ عمل ايه لما اشوف فيديوهات من المملكه العربيه السعوديه بتدعي له وهو في الغمه في الحرم؟ عمل ايه الشاب ده اللي بكى وابكى الناس كلها عليه؟ شفنا الفيديوهات بتاعته، وشفنا ازاي الكلب القذر الجبان راجح هو بيقتله هو واتنين من اصدقائه. تعال نشوف الاول. انا خفت قلت لا، القضيه احسن وسائل الاعلام تهدى شويه، لازم الراي العام يبقى على طول بدرايه ووعي وعارف مجريات الامور. كثر الهري على شبكات التواصل الاجتماعي، وسمعنا حاجات كتيره جدا ما انزل الله من سلطان، بس الشيء الاكيد ان راجح قاتل قاتل قاتل. طب هل هو فعلا زور بطاقته؟ هل فعلا هو اكتر من 18 سنه او 18 سنه ووالدته واهله بنفسهم وبالوسائط وبالمعارف وبالرتب اللي عندهم قدروا يلعبوا ويغيروا البطاقه؟ الناس كلها في السوشيال ميديا هري كتير، وكل واحد عامل لي قناه قاعد بينزل في عناوين علشان يشد اشتراكات ولايكات ويعمل متابعات. هل فعلا راجح ما كملش 18 سنه، ولا هو قبل ما 18 سنه ونفوز اسرته وعيلته وقدروا انهم يلعبوا في البطاقه ويغيروها ويصغروا سنه؟ كهذا الكلام شاعات، ما فيش حاجه اسمها سنه اكتر من 18 سنه. راجح لسه ما كملش 18 سنه، وبالتالي هيتحاكم قدام محكمه الاحداث لانه طفل في نظر القانون، طفل ومش عارف ازاي. واحكي لكم الطفل ده عمل ايه. طيب هل الاثنين اللي معاه برضه، وانا جبت اساميهم من محضر التحيات، مصطفى الميهي واسلام عواد، هل سنهم اكتر من 18 سنه؟ ابدا، هما الاثنين برضه اقل من 18 سنه، وهيتحاكموا على اساس قانون الطفل. طيب ايه تاني؟ قالوا ان رونا دي البنت اللي كانت على علاقه براجح او خطيبته او 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 ما حدش يدرى ايه اللي كان بينهم وبين بعضيهم، ايا كانت العلاقه، وقفها في الشارع وتعدى عليها وخد منها الموبايل والفيديوهات مبينه وهو بيضربها. الشاب الوديع الملاكي الهادي محمود البنا بيدافع عن البنت من غير ما يعرفها حتى، وحيد بنت حتته ايا كان، ما عجبوش ان في شاب بيعاكس بنته ويتحرش بها في الشارع. لو سمعنا الرسائل القذره اللي بعتها راجح للشاب ده وبيهدده ويتوعد بيه، مش عارف ازاي يتحاكم قدام محكمه بتختص بقانون الطفل. لو شفنا الجريمه اللي ارتكبها وازاي قتل محمود البنا، هنستغرب ازاي مجرم بهذا الشكل يتحاكم بقانون الطفل. لما نشوف الاسره والتربيه الوسخه للعيال دي يتحكموا ازاي قدام بقانون الطفل؟ ايه اللي حصل؟ تعال نحكي الموضوع بشكل بقى توضيحي خالص، ازاي الجريمه دي تمت من ناس في نظر القانون اطفال. محمود البنا واقف مع مجموعه من اصحابه، سابهم ومشي. مين اللي كان بيراقبهم؟ الثلاثه، راجح واللي اسمه عواد ده، اسلام عواد ومصطفى الميه. فضلوا مراقبينه لغايه ما ساب اصحابه ومشوا. فجأة مرة واحدة وقف له اسلام عواد قدامه، قال له أنت نسيت عملت إيه في راجح؟ أنت صغرته لما نزلت على الفيسبوك وعلى صفحتك إن الراجل اللي اتحرش بحرمة يبقى حرمة، أنت ناسي الكلام اللي كتبته؟ وراح بخ في وشه أو نفس في وشه مادة حارقة جت في عينين الولد. الولد طبعًا قعد يزعق، أصحاب محمود البنا جروا عليه. في الوقت ده ظهر بقى الشخص الثالث، للأسف هو تشكيل عصابي مترتب، وهدتهم بالمادة الحارقة اللي معاه. مين اللي استفرد بقى بمحمود البنا؟ المجرم راجح بسرعه راح خبطه بالسكينه في وشه، وبعد كده في فخده الايسر، الخبطه اللي هي الطب الشرعي اثبت ان هي الخبطه القاتله اللي قطعت الشرايين الرئيسي في الحال. وبعد كده كانوا مجهزين موتوسيكل، كل ده بيقول قانون الطفل، يعني مجهزين ماده حرق، والولد راجح جايب سكينه معاه اللي طعن بيها، وموتوسيكل مستنيهم علشان يبتدي يقتلوا بيه، يهربوا بيه بعد ما يقتلوا. كل ده وبيقول لك ايه؟ قانون الطفل. طفل ايه؟ والله العظيم الرجاله ما تعمل كده. طفل ايه؟ ما فيش اطفال في المواضيع دي اصلا. طفل ايه اللي يعمل كده؟ ده رجاله ما بتخططش التخطيط ده، رجاله ما بتخططش التخطيط ده. محمود راجح قاتل،
راجح قاتل قاتل، وهنفضل نقول قاتل لغايه ما يتعدم. هنقول قانون الطفل ما يسمحش بالاعدام، اقصى عقوبه من 10 ل 15 سنه. بس احنا بنعمل كده ايه؟ كده احنا اكننا والله العظيم بنشجع الاطفال. اطفال ايه؟ ما كل واحد يقتل يقول لك انا لسه ما كملتش 18 سنه، كل واحد يسرق يقول لك انا ما كملتش 18 سنه، ويدخل احداث اكنه قاعد في فندق او في مؤسسه علاجيه ولا مؤسسه لتعليم الاطفال اسلوب الحياه. مين قال كده؟ انا عايز اعرف ام، احنا شفنا ام الشهيد، انا عايز اعرف ام راجح ما طلعتش ليه؟ عايزين نشوف دي ام كيف دي الالفاظ اللي استخدمها راجح وهو بيكلم محمود البنا في التليفون بيهدده انه هيقتله. اسلوب اصلا لا يمكن يكون ليه ام. عرفت يعني ايه تربيه واخلاق؟ لا يمكن تكون دي ام طبيعيه ابدا، اكيد ما تقل السفاهه لو وضعها عن ابنها. لا يمكن تكون ام. واللي يكسب بقى ان الام دي كانت دايما بتتباهى بابنها، وان خلفه البنات عار، وان الكلمه دايما كانت بتشتم في البنات وتقول بنات ايه، انا ابني راجح، انا راجل ايه، هو اللي يعمل كده يبقى راجل؟ انت ما خلفتيش اصلا غير مجرم، والمجرمه بس هي اللي تجيب المجرم. لا يمكن تكون دي ام اللي علمت الولد ده وخلته بالشكل ده، اللي يعاكس البنات ويتحرش بهم في الشارع، اللي بيتباهى بالسنجه في ايده واخد الفنان محمد رمضان قدوه ليه ويقول لك انا نمبر 1، اللي فارد صدره ومعري صدره وبيتباهى بالسنجه في ايده. لا يمكن يكون بنادي. وللاسف من اسره كبيره، للاسف عائلته عائله كبيره وقرايبه ناس في مستويات عاليه، لكن هيقدر يتدخلوا؟ طول ما الراي العام شغال كده مفيش حد هيجرؤ من اهله ايا كان انه يتدخل ويحاول انه يغير من مصريات التحيات، لا يمكن. لكن لو نمنا لحظه واحده هنبقى الامور كلها اتغيرت. يمكن يطلع راجح ده شهيد ومحمود البنا هو اللي قتل نفسه. لو نمنا شويه او تغافلنا شويه او حاولنا فعلا نأثر في مع محمود البنا، والله العظيم كل حاجه ممكن تتغير في لحظه في مصر. لازم يبقى الرأي العام على طول، والرأي العام يبقى على طول جاهز وواضح ومبين الأمور. محمود راجح قاتل قاتل قاتل. حتى يتحكم بقى بقانون طفل مش قانون طفل، آخرها 10-15 سنة، المهم يدخل السجن، رغم أنه هيطلع بعد 10-15 سنة مجرم أصيل عتيق، وأكيد إن شاء الله أمه هتشوف منه الخير كتير. الولد ده لازم زي ما نشرت السم في تربية ابنها لازم تدور السم ده. يا جماعة احنا في زمن دلوقتي اللي ما بيعرفش يربي ولاده المفروض يموتهم، ما يطلعش كلاب في الشارع تنهش في لحمنا ودمنا. مناك يموت على ايد كلب هو واصحابه، ولما نشوف مناظرهم هم الثلاثة تحس فعلا ان هم مجرمين بالفطرة. شكلهم شكل اجرام، شكلهم فعلا يخوف، مجرمين بالفطرة، مولودين عشان يكونوا فعلا مجرمين. اي ام دي؟ ايه فين اخواته دول؟ فين اهله؟ ازاي العائلة دي تطلع شاب زي ده؟ يعني العيلة اللي زي دي تطلع شاب زي ده ازاي؟ وللاسف الولد امه بتقول للناس ان شاء الله ربنا هيثبت براءته. يثبت براءته من ايه يا حاجه؟ يا ست الكل، يا ام يا اللي كنت فرحانه باولادك، ربنا هيثبت براءته ازاي؟ ده ابنك مصور صوت وصوره وهو بيقتله، والاثنين البلطجيه اللي معاه بيرش الماده الحرقه على اي حد بيقرب له، وفي الاخر يقول لك اطفال. يعني محاوطين الولد، والولد حد بيجري جري وراه مسكوه، واحد دخل في عينيه المادة الحرقة والتاني عجله بالسكينة ببقه وفتعنا في رجله، وفي الاخر تقول لك ربنا هيصهر براءته. اي براءة؟ اي براءة اللي ربنا هيصهرها؟ انت من وجهة نظرك مين اللي ضرب محمود البنا في رجله؟ مين اللي ضربه في السكينة في وشه؟ مين اللي طعنه في رقبته؟ مين هو اللي عمل كده في نفسه؟ طب الرسائل اللي بينه وبين محمود البنا، ابنك مع محمود البنا بيهدده انه هيقتله تاني يوم، برضه من صوت ابنك؟ الفيديوهات اللي مطلعها هو بيجري ورا ابنك بيموته، مش تسجيلات، مش صوت ابنك؟ انت لا يمكن تكون ام. اللي تولد شاب زي ده لازم تحاكم، لازم تحاكم في ميدان عام والله. انت لا يمكن تكون ام اللي تطلع النماذج دي في الشارع، لازم تحاكم بتهمه عدم التربيه، بتهمه ان هي ام فاشله، ام ما عرفتش تربي، طلعت لنا كلب بيعض الناس في الشارع، ويا رب يعضهم حتى ويسيبهم يتعالجوا، ده ما بيسيبهمش غير جثه هامده. ابن القاتل، ابن القاتل، ابن القاتل، وحرام يتحاكم بقوه الطفل، لازم يتحاكم محاكمه الكبار، ويتعدم في ميدان عام ليكون عبره لكل الناس، لكن للاسف هيستغل القانون. فرنسا اللي هي فرنسا، الطفل 12 سنه بعد 12 سنه ويوم بيتحاسب زي الكبار، واحنا عندنا في مصر بيخطط ويجيب شباب ويحاوطوا الواد ويحاصروه ويرش عليه ماده حركه، واي حد يقرب منه يهددوه بماده حركه، والواد يطلع السكينه يموته ونقول عليه طفل. اما ده لو بلطجي عتيد الاجرام مش هيعمل زي اللي عمله ابنك.
ابنك لازم يتحاكم. وعلى فكرة انت كأم لازم تطالب القضاء المصري، تروح انت يا ام راجح لازم تروح المحكمة وتقول للقاضي بعد اذنك يا سعادة المستشار موت ابني ده كلب ولا يسوى، انت عشان تبرئي نفسك قدام العالم كله يعرفوك انت ست محترمة ومن عيلة محترمة تطالب باعدام ابنك في ميدان عام، تقول لا يا سعادة القاضي ابني مش طفل، ابني راجل واحكموه عليه بالاعدام عشان استريح، ده كلب ما يستحقش يعيش يوم. لازم تعملي كده عشان تبرئي نفسك قدام العالم كله ونقول عليك انت ست محترمة، غير كده هنقول عليك ست مش هقول اللفظ اللي هقوله. لازم تطلع وتطالب باعدام ابنك لانه آفة في اسرتك وفي المجتمع، لازم تطلع وتطالب القاضي انه ما يخليكيش تشوفي ابنك ده خالص الا وجثة هامدة، لازم تطالب القاضي ان هو يتم دفن راجح من غير ما حد يستلمه من اهل جثته لانه مجرم، لازم يتعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لغيره. لكن لو سيبناه يتحكم 10 سنين ولا 15 سنة كله هيقول لك طب اشمعنى احنا ما ننزل نقتل، ده اللي عايز يقتل واحد دلوقتي يجيب شاب عنده 17 سنة ويقول له اقتل وما تخافش مش هتاخد اعدام، هتبقى هوجة في البلد. مجلس النواب لازم يشرع الطفل اللي بعد 12 سنة يبقى راجل مش 13 سنة، ما بيتجوزوا وما عندهم 16 سنة 17 سنة وبيخلفوا، مش رجالة دول اطفال يا جماعة؟ لازم نعرف الرأي العام لازم على طول يكون شغال. القضية دي لو غفلنا بس كده عنها سير التحيات كله هيتغير بالوسائط وبنفوذ الناس دي. لازم محمود راجح ده ولا محمد راجح ده ولا زفت راجح ده يتعدم في ميدان عام بغض النظر بقى عن كون الطفل مش كون الطفل، ما يستغلوش كون الطفل، وهو ده لله الامر وقبل من بعد. اتعبت والله العظيم، شكرا.